شيخنا متولي شيخنا زكريا أدى الله تعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على من جعله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك عز اسمك وعظم سلطانك هو الحي القيوم سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. أكد صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام أن الأعمال الخالصة لا يمنعها من القبول إلى الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون له وحده سبحانه. ولذلك نجد كثيرا من صحابته الكرام أكدوا حتى لأبنائهم ومن تولوا أمرهم ومن التابعين بعدهم. انظر الى سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه وهو ينصح ابنه في يوم من الايام وقال يا بني ان الله يحب العبد التقي النقي الغني الخفي إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي يعني يعمل الأعمال رضاء لله سبحانه وتعالى لا يعملها من أجل الناس ولكنه يعملها ويحسنها ويجودها طاعة لله سبحانه وتعالى. سمعنا من فضيلة القارئ قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله له ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني قيل هي فاتحة الكتاب التي جعلها الله سبحانه وتعالى مثاني يعني آية التي بعدها مثاني والقرآن العظيم منحنا لقراء القرآن كرامة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفع بهذا الكتاب أقواما وخفض به آخرين. رفع الله بهذا الكتاب أقواما رفعه إلى أعلى عليين وخفض به آخرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ القرآن يستمع له حتى الجن كانوا يستمعون القرآن وهداهم الله سبحانه وتعالى. انظر إليه صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة الرحمن فكل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان فكانوا وكان الجن يقولون سبحانك ربنا لا نكذب بآلاء ولا بآيات. قال هل تسمعون؟ والله إني أسمعه. وقصها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض صحابته الكرام مثل أبي بن كعب وهو مدرسة من مدارس القرآن كان له صوت جميل لا ولكنه كان يقرأ القرآن بالأحكام والآداب
ان الله امرني ان تقرأ علي سورة البينة، وسورة البينة هي من قصار الصور في جزء عام في اخر لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يصرف المطهرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابي بن كعب: يا ابي ان الله امرني ان تقرأ علي سورة البينة. فبكى سيدنا ابي بن كعب وقال: يا رسول الله، وهل سلمان لك الله؟ يعني ربنا قال لك على اسمي اقرأك السورة دي بالذات؟ قال له: نعم. فكان ابي بن كعب يبكي وقال: ما انا حتى يذكرني الحق سبحانه وتعالى. لم يكن الذين كفروا يقولك ايه كانوا يقرؤونها من اجل ماذا؟ كانوا يقرؤون القرآن لله سبحانه وتعالى. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد من الرحمات ونجد انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن حتى في المعارك. حينما يشتد القتال تجده صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. انظر اليه وهو رحمة الله للعالمين. والله لقد فات كثير من الناس انهم لم يتعرفوا على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. يحسبون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويصلي فقط. لا، كان قائدا يقود المعارك بنفسه ويخطط له. احد المستشرقين قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل ان يشتبك رجاله قال: لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا تهدموا بيتا ولا تحرقوا زرعا ولا تقطعوا نخلا. وكان يؤكد على هذه التعليم صلى الله عليه وسلم وهو رحمة الله للعالم. كان يقول قبل بدء المعركة: لا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا تهدموا بيتا ولا تحرقوا زرعا ولا تقطعوا نخلا. هكذا كانت مبادئه صلى الله عليه وسلم يطبق. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعف وما استكان. لم يضعفوا أبدا، كان قتاله الشرف يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه في غزوة أحد وقال: من يأخذ هذا السيف ويعمل به في هذا اليوم؟ فتأخر الناس عن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافوا أن يتقدم إلا رجل واحد من الأنصار هو أبو دجانة. قال: أنا أخذه وأعمل به في هذا اليوم يا رسول الله. أنا أخذ السيف بتاعك النهاردة وهعمل به. فأعطاه أبا دجانة، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السيف لأبي دجانة. وكان رجلا من الأنصار الشجعان. نقول هذا الكلام في هذه الأيام المباركات التي نصر الله فيها الإسلام. اللهم انصر الإسلام وأعز أهله يا رب العالمين في هذه الأيام التي تربى فيها النفوس. لا نعلم الله حينما كانوا يقولون مساكين اهل الدنيا عاشوا في الدنيا وما ذاقوا ألذ ما فيها. قالوا: وما ألذ ما فيها؟ قال: ذكر الله. ولذكر الله اكبر. فرفع صلى الله عليه وسلم سيفه قال: من يأخذ هذا السيف؟ فاخذه ابو دجانة وكان رجلا من الانصار فجعل يقاتل ويضرب ويضرب. فقال ابو دجانة: هممت ان اقتل فارسا من المشركين وكان ملسما. الفارس دي كان ملسم مغطي وجهه ولم يرى منه شيء. فهممت ان اضربه فكشف رأسه فاذا هو امرأة من المشركين. امرأة من المشركين تحارب. هل قتلها ابو دجانة لما رأى انها امرأة؟ فقال سيدنا ابو دجانة: اكرمت سيف رسول الله ان يقتل امرأة؟ مش
مش ممكن ألوث سيف رسول الله أن يقتل امرأة في هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وعمه. كانت مبادئ وخصوصيات ونحن نحلق في هذه الذكريات في شهر رمضان. فتح الله مكة وهي أكبر بلاد العرب خاطبة بعد أن طرد منها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فتح مكة، اقرأ كده كتب التاريخ يقول لك في شهر رمضان فتح مكة التي يوم أن خرج منها صلى الله عليه وسلم نظر إليها والدموع في عينيه ونظر وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فنزل عليه قول الله تعالى إن الذي فرض عليك الإطعام لرادك إلى معاد، ستعود يا رسول الله في يوم من الأيام. وبعد 8 سنين عاد صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وهو ينشر الرحمة بين أهلها. جعل على أحد ألويته، كان أحد راياته سيدنا سعد بن عبادة وكان من الأنصار، فلما دخل سعد مكة قال اليوم يوم الملحمة، يعني النهاردة هنقتل هنعمل ويهدد. فقال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سعد يقول اليوم يوم الملحمة، يعني هيقتل وهيعمل وكذا وكذا. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن تؤخذ الراية من يد سعد وقال بل اليوم يوم مرحمة، اليوم يوم رحمة. وأعتق الله على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا من المشركين من القتل بعد أن وقف له، وهو الذي طردوه بالأمس وهو يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فلا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطرقاء كما قال أخ يوسف كما قال صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء ليك في الشيرة لما تخلص. ايه يا حبيبي يلا فين كلمة خالصة كلمة خالصة سهل كرم توكل على الله. والله لو أردنا أن نتحدث ما واسع عن الزمان ولا المكان، والله لو أردنا أن نقول في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أردنا أن نتعلم عن الأدب ليس بالكلام فقط ولكن بالأعمال. أختم خطبتي بأن الناس تجمعوا يوما إلى من؟ إلى الحسن البصري إمام الواعظين في زمانه، وكان كلامه مسموعا عند الناس، فقال له يا إمام اخطب اليوم خطبة تكون سببا في عتق الرقيق. فوعدهم بخطبة ومرت الشهور ولم يخطب الإمام خطبة واحدة، وبعد 6 شهور خطب خطبة فأثرت في الناس. قالوا له لما تأخرت؟ قال انتظرت حتى أشتري عبيدني فأعتقهم لوجه الله حتى أكون قدوة أمام الناس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ممن يحبون القرآن. اللهم شفع فينا القرآن في شهر القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. شكرا مولانا الشيخ زكريا خطيب السهرة، وشكرا لحضراتكم جميعا وكل عام بخير. طلب الحضور جميعا تلاوة أخرى ولو قصيرة.